بوابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله العيادة المسموعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمسي عليكم بالخير مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. حلقة جديدة، ورح يكون معنا الدكتور وائل عواد زي ما عودناكم كل ثلوث يكون معنا في حلقتنا من برنامج طوابة ألف اللي عودناكم يطلع عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية ظهرا. معكم أنا سحر عبد الله، رح أكون إن شاء الله متواصلة معاكم في مدار هذه الساعة. طبعا زي ما قلت لكم ضيفنا لليوم الدكتور وائل عواد، استشاري أمراض النساء وولادة ومتخصص في جراحة التجميل النسائية وعلاج مشاكل التحكم في البول. هلا وسهلا فيك دكتور وائل. أهلا بك يا سحر وكل المستمعين والمستمعات. هلا وسهلا فيك من جديد. طبعا دكتور وائل اليوم راح نتكلم، بس عشان أقول لحبايبنا المستمعين، اليوم راح نتكلم عن ثلاث أشياء. في البداية راح نتكلم عن حبوب منع الحمل، وبعدها راح نتكلم إن شاء الله عن سن اليأس المبكر، وهذا أول مرة يمكن نتكلم فيه في برنامج طوابة ألف. وبعدها راح نعرف إيش تأثير البوتوكس لعلاج مشاكل التحكم في البول. خلينا نبدأ دكتور وائل موضوعنا بحبوب منع الحمل. هل يا ترى حبوب منع الحمل بتسوي عقم زي ما كثير ناس يمكن حاطين في بالهم هذا الشيء ويخافون ويتجنبون أخذ حبوب منع الحمل؟ دكتور وائل، شوف يا سحر، أنا بأكد لك أن الحبوب بريئة، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، من حكاية العقم، من حكاية تأخير الحمل بعد ما الوحدة توقفها. الحبوب ما بتتخن ولا بتسبب سرطان ولا بتسبب انقطاع الدورة بدري. الحبوب ما فيها مشاكل لمعظم السيدات، وما في أي مشاكل كمان أنه البنات اللي لسه ما تزوجوا يستخدم الحبوب. طبعا في هذه الحالة إحنا ما بنستخدم الحبوب عشان منع الحمل، بنستخدمها لعلاج مشاكل تانية زي مثلا تكيس المبايض، الدورة الغزيرة، وهذه الأشياء. المشكلة أنه الأمهات بتخاف جدا من هذا الشيء. طبعا تيجي تقول لك يعني بنتي لسه ما تزوجت، كيف تبغى تعطيها حبوب منع الحمل؟ فإحنا بنقول لهم أنه ما يخافوا من الحبوب، والحبوب كويسة. صحيح أنه في بعض الحبوب ممكن تسبب مشاكل لبعض البنات أو بعض السيدات، يعني ممكن الحبوب أو أنواع من الحبوب تخلي الوحدة تعصب، تخلي الوحدة تجيها صداع. إذا عصبت أو جاها صداع توقف الحبوب دي وتجرب أنواع تانية، والحبوب أنواع الحبوب مرة كثيرة. ممتاز، يعني زيها زي أدوية ثانية تأثر. يعني في ناس مثلا مسكنات كلها زي بعض، لكن مثلا أنا أخذ نوع مسكن ما يناسبني أروح أخذ مسكن ثاني. فإحنا نبغى نصلح الفكرة هذه عند بعض السيدات والأمهات زي ما ذكرت، أنه دائما يفكرون أن الحبوب هذه تأثر على يعني تأخر حدوث الحمل. هم بيخافوا وبعدين بيخجلوا أنهم يستخدموها. يعني تخيلي تيجي الست تقول لك لا، إذا تبغى تكتب روشتة، روشتة هذه فيها حبوب من الحمل، ما تكتبها باسم بنتي، تكتبها باسمي أنا. تدخل لك أساساً واسمها هي اللي مكتوب على الملف، مش اسم البنت. معقولة دكتور؟ ايه؟ بيخافوا جداً من حكاية إنه البنت اللي لسه ما تزوجت تستخدم منع الحمل أو حبوب من الحمل. لكن زي ما قلت دي مش لمنع الحمل، دي لعلاج أعراض مشاكل ثانية. ولا دكتور وقال ولا تسبب انقطاع الدورة بدري، الدورة الشهرية بدري؟ لا، ما تسبب، ما لها علاقة، ما لها أي علاقة بالموضوع. طيب كيف بالضبط تشتغل أجل، أو كيف خلينا نقول كيف مفعولها هذه الحبوب، أو كيف بتعمل بالضبط؟ شوفي، هو في نوعين أساسيين من حبوب من الحمل. حبوب فيها هرمونين وحبوب فيها هرمون واحد. الحبوب اللي فيها هرمون واحد بيسموها حبوب رضاعة، والحبوب العادية اللي هي فيها هرمونين. بس علشان نعرف أو نفهم كيف الحبوب بتمنع الحمل لازم نفهم أصلا كيف بيحصل الحمل. الحمل بيحصل لما البويضة تلقح بالحيوان المنوي. صحيح. الحكاية دي بتحصل في قنوات فالوب، وبعدين البويضة الملقحة بتنزل وتنغرس في بطانة الرحم. احنا اتفقنا قبل كده انه المبيض بتطلع منه بويضة واحدة كل شهر، وتكلمنا عليها وشبهناها بالعروسة بنت الناس الحلوة الغنية المؤدبة اللي بتطلع مرة واحدة في الشهر. مظبوط. يعني بالطريقة دي البنت أو الست عندها 12 فرصة أنها تحمل في السنة. صحيح. مرة واحدة كل شهر.
وعشان زي ما اتفقنا البنت هذه حلوة وغنية مش هي اللي هتروح العرسان، العرسان هم اللي هيجوها، هم اللي هيجوها. فاللي بيحصل إن كل مرة، في كل مرة بيحصل فيها جماعة مش بيطلع عريس واحد ولا عريسين ولا ألف عريس، بيطلع ملايين الحيوانات المنوية من الزوج. الحيوانات المنوية دي بتسافر رحلة طويلة من المهبل، تعدي من عنق الرحم اللي هو تقريبا زي بوابة الرحم، تدخل جوا الرحم وبعدين تطلع لي عشان تلقح البويضة في قنوات فالوب. ممتاز. الحيوان المنوي، الحيوان المنوي شكله شبه الإنسان، له راس وله رقبة وله ديل، الديل ده هو بيسبح به عشان يعدي طول الرحلة الطويلة هذه. اللي بيحصل إنه فوق راسه في زي القبعة، القبعة دي لما يشوف البويضة بيرفعها كأنه بيحييها، أو زي ما قلنا كأنه يتقدم للعروس، كأنه بيتقدم ليها وكأنه بيحييها وبيبين إعجابه ليها. تحت القبعة دي في إنزيمات، الإنزيمات دي بيستخدمها الحيوان المنوي عشان يحاول يعمل فتحة في غلاف البويضة ويدخل فيها. أول ما يدخل فيها، واحد بس اللي بيدخل طبعا، أول ما يدخل فيها البويضة بتقفل عليه، تقطع له ديله علشان ما يهرب منها. واحد بس اللي بيطلع. في أسئلة كتيرة دايما الناس تعتقد أنه عشان يحصل توأم لازم اثنين حيوانات منوية يدخلوا جوا البويضة، وطبعا ده غلط، لأن البويضة حقتنا بويضة مؤدبة وما تقبل غيرها وبنت ناس محترمين ما تدخل إلى واحد بس. لو حصل ودخل اثنين حيوانات منوية جوا البويضة ما بيحصل توأم، بيحصل حاجة بنسميها الحمل العنقودي، وده حمل مش طبيعي وما بيكمل. أوكي. بعد ما بيحصل كل ده، البويضة الملقحة بتمشي شوية جوا أنابيب فالوب وبعدين تدخل جوا الرحم، تدخل جوا الرحم وتنغرس في بطانة الرحم. ممتاز. طيب كيف بتشتغل الحبوب؟ إيش صحيح. بتسوي؟ كيف بتمنع كل هذه الشغلة؟ بالنسبة للحبوب اللي فيها نوعين من الهرمونات، هرمون اسمه استروجين اللي هو هرمون الأنوثة، وهرمون تاني اسمه بروجستيرون. جرعة الاستروجين في الغالب في معظم حبوب من الحمل بتكون ما بين 20 إلى 35 مايكروغرام. ممتاز. لما الوحدة تروح تشتري حبوب من الحمل بيكون في بعض الأحيان بيكون مكتوب جنبها رقم، الرقم ده 30 35 20، هي دي بتمثل جرعة الاستروجين. وبالجرعة دي الاستروجين بيشتغل بطريقتين، بيمنع الحويصلة اللي بتكون فيها البويضة انها توصل للحجم اللي مفروض توصل له علشان تنفجر. ممتاز. اللي هو تقريبا زي ما سميناه قبل كده حجم النضج، اللي هو تقريبا 20 ملي أو 2 سنتي. وفي نفس الوقت لو حصل والبويضة دي وصلت لحجم النضوج اللي هو 2 سنتي، بيمنع الاستروجين، بيمنع هرمون معين اسمه LH إنه يطلع. LH هذا هو اللي بيخلي الحويصلة تنفجر وتطلع منها البويضة، وهو بيشتغل بطريقتين الاستروجين. طيب ممتاز. طيب البروجستيرون، ما تكلمنا عن البروجستيرون. صحيح. البروجستيرون إيش بيسوي؟ البروجستيرون بيشتغل بطريقتين برضو، بيخلي المخاط اللي في عنق الرحم يصير سميك. فلو المخاط اللي في عنق الرحم صار سميك، الحيوانات المنوية ما تقدر تعدي منه. احنا اتفقنا ان عنق الرحم ده عامل زي البوابة اللي بيدخل منها الحيوانات المنوية لداخل الرحم. صحيح. فلو كانت سميكة ما تقدر الحيوانات المنوية تعدي. ولو عدت، يعني لو عدت الحيوانات المنوية ولو البويضة كبرت، ولو البويضة أو قصد الحويصلة كبرت وانفجرت وطلعت منها البويضة، برضو البروجستيرون بيعمل تغييرات معينة في بطانة الرحم، فما بيخلي البويضة الملقحة دي تقدر تنغرس، فبالطريقة دي ما بيحصل حمل. ممتاز. طيب دكتور، نبغى نعرف على كذا إيش أحسن نوع من هذه الحبوب اللي ذكرت، اللي هي اللي فيها هرمون الاستروجين او الهرمون البروجستيرون. مركز انا اليوم، ما زلت منك دكتور. الهرمون الحبوب اللي فيها نوع واحد من الهرمونات في الغالب بتستخدم وقت الرضاعه، عشان كده بيسموها حبوب الرضاعه.
الهرمونات الحبوب الثانية اللي فيها نوعين من الهرمونات هي الحبوب العادية. عفواً دكتور وائل، متأسف أقاطع كلامك بس عشان نرجع للنقطة هذه بالتحديد، لكن مضطرين أول شيء مستمعينا الكرام نطلع فاصل إعلاني قصير جدا ومكملين حلقتنا لليوم. خليكم معانا لا تروحون بعيد. طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله، العيادة المسموعة. مكملين حلقتنا لليوم مع ضيفنا الدكتور وائل عواد، استشاري أمراض نساء وولادة ومتخصص في جراحة التجميل النسائية وعلاج مشاكل التحكم في البول. أحب أذكركم حبايبنا المستمعين أكيد تقدرون تتواصلون مع الدكتور وائل عن طريق موقع التواصل الاجتماعي تويتر على حسابه DR وائل عواد، راح تلقونه على طول مكتوبة بالعربي دكتور وائل عواد، وأكيد دكتور وائل ما راح يقصر وراح يجاوب على كل تغريداتكم. بالنسبة لموضوعنا اليوم كنا جالسين نتكلم قبل الفاصل عن حبوب منع الحمل، وعرفنا أن تأخير من تأخير الحمل ما له أي علاقة إذا وقفتي الحبوب أو إذا كنت تأخذين الحبوب، وبعد تكلمنا أنها ما تسبب انقطاع في الدورة الشهرية طبعا في سن مبكر. دكتور وائل قبل لا ننتقل لموضوعنا الثاني، كنت حضرتك تتكلم عن أنواع حبوب منع الحمل وذكرت أنه في نوع يمكن يناسب بعض النساء والنوع الثاني ما يناسبهم، ترى إيش طب أحسن نوع؟ أو هذا برضه له علاقة ومختلف بين مرأة وأخرى، ولا إيش رأيك دكتور؟ هو شوف يعني الإجابة أحسن إجابة على السؤال ده لو سألتك أنا سؤال إيش هو أحسن فستان، إيش هي أحسن عباية، كل واحد على حسب اللي تليق عليه طبعا. إيش هو أحسن إيش هو هي أحسن بدلة. أحسن فستان بالنسبة لك أنت ممكن ما يليق على واحدة صاحبتك، أكيد. ممكن ما يليق على أختك. نفس الشيء بالنسبة للحبوب، في منها أنواع كثيرة وما في أحد يقدر يقول لك أو يقدر يقول للمريضة إيش النوع اللي هيناسبها قبل ما هي تستخدمه. وطبعا النوع ده مش لازم يكون النوع اللي بتستخدمه أختها أو صاحبتها أو زملتها في العمل. تجرب، ارتاحت عليه تكمل، ما ارتاحت عليه تسيبه وتجرب غيره. ممتاز. طيب يا ترى الحبوب هذه بتأثر يعني مثل زيادة الوزن، الحالة المزاجية، حضرتك ذكرت أنه في بعضهم ممكن ما تناسبهم وفعلا تأثر على المزاج، يترى طب زيادة الوزن يعني دائما نسمع أن حبوب منع الحمل تزيد الوزن، اللي بيزود الوزن هو الأكل كويس. الأكل بيزود الوزن وعدم الحركة بتزود الوزن، وإحنا هنا في المجتمع في مجتمعنا الأكل في كل مكان وما في حركة مع الأسف. لكن ليش الناس بتفكر كده؟ ليش الناس بتقول لك أنه والله الحبوب بتسبب مشاكل في الدورة؟ ليش بتقول الحبوب بعد ما توقفها تزود الوزن أو إن هي بتخلي الدورة تزيد بعد ما توقفها؟ الحكاية زي ما قلت لك إنه في ستات كتير بنستخدم لهم حبوب منع الحمل لأسباب تانية غير متعلقة بمنع الحمل. كمثال تكيس المبايض. تكيس المبايض زي ما إحنا عارفين هي مشكلة هرمونية أو مشكلة في الهرمونات بتعمل مشاكل في التبويض، وأول ما التبويض يخرب الدورة بتتلخبط، وإذا ما في تبويض مش هيحصل حمل. صحيح. طيب فايش اللي بيحصل؟ الست بتستخدم الحبوب لان الحبوب دي وهي عندها تكيس مبايض بتساعدها في حاجتين، بتساعدها في تنظيم الدوره وبتساعدها في ان هي بتنقص الشعر الزايد اللي بيطلع، وده شيء معروف بالنسبه للناس اللي عندها تكيس مبايض. صحيح. تجيك الست او البنت تستخدم الحبوب سنه سنتين ثلاثه وبعد كده تبغى تحمل، او البنت تبغى تتجوز فتوقف الحبوب. لما بتوقف الحبوب بيبان عليها أعراض تكيس المبايض اللي هي لخبطة في الدورة، بيبان عليها أعراض تكيس المبايض اللي هي عدم التبويض، زيادة الوزن، الشعر اللي بيزيد. كل هذه الأشياء ما لها أي علاقة بإن هي كانت بتستخدم الحبوب أو ما بتستخدمها، هي لها علاقة بالمشكلة الأساسية اللي عندها اللي هي تكيس المبايض اللي هي ما تعالجت من لا هو احنا ما بنقدر نعالج، ما بنقدر نشيل اكياس او التكيسات هذه اللي بيسموها. انا بعالج الاعراض او بحاول اسيطر على الاعراض. طبعا واحده من الاعراض او واحده من المشاكل زياده الوزن، الزياده دي في الناس اللي عندها تكيس المبايض موجوده في اكثر من نص البنات او السيدات. ليه؟ لان هم عندهم مشكله في الميتابوليزم اللي هي طريقة تعامل الجسم مع الأكل. صحيح. فهي بتستخدم الحبوب ماشية كويس، توقفها تبدأ تبان عليها أعراض تكيس المبايض. لكن أنا بقول لك إنه إذا الواحدة وقفت الحبوب المفروض إن التبويض والدورة ترجع تنتظم لها بعد حوالي شهر وبالكثير ثلاثة شهور. إذا ما رجعت أو حصل لخبطة في الدورة لازم نبدأ نسوي لها فحوص
عشان نشوف إيش الأسباب. ممتاز. لكن الأسباب دي ما لها علاقة بالحبوب اللي كانت بتاخدها. طب إيش في فوائد أخرى للحبوب من الحمل غير منع الحمل أساساً؟ بتنظم الدورة الحبوب، غير أنها بتنظم الدورة بتقلل كمية الدم اللي بينزل في الدورة، بتقلل الألم اللي بيجي قبل وبعد الدورة وأثناء الدورة. زي ما تكلمنا بالنسبة لموضوع التكيس المبايض، بتقلل حبوب الشباب والشعر الزايد، بتقلل النزيف اللي بيكون مع الألياف أو البطانة المهاجرة، وكمان بتقلل احتمال إصابة بعض أنواع السرطان زي سرطان الرحم وسرطان المبيض. يعني هي مش بتسبب سرطان، هي ممكن تقلل أنواع معينة من السرطانات. فالحبوب كويسة وبريئة صدقيني. ممتاز دكتور وائل، تونا نعرف يعني حقيقة، يعطيك ألف ألف عافية على المعلومات هذه. يعني تونا نعرف فوائدها، أن فوائدها كثيرة مو بس أنها تمنع الحمل. طبعا الآن نبغى نتكلم عن سن الياس، بس قبل كل شيء أرجع أذكركم بطريقة التواصل مع الدكتور وائل عواد عن طريق موقع التواصل الاجتماعي على حسابه في تويتر دكتور وائل عواد DR وائل عواد. دكتور وائل، بالنسبة لسن اليأس المبكر، أول شيء كلمة مبكر هذه إيش بالضبط؟ سن اليأس المبكر متى يعني؟ خلينا نقول لو أول شيء مش سن اليأس المبكر، أول شيء سن اليأس، الكلمة اللي ما تحبها هذا. رجعتي لسن اليأس، ماشي. الكلمة اللي ما تحبها دكتور وائل، خلينا نقول المونوبوز. المونوبوز أوكي. أيوه. المفروض أن الواحدة تنقطع عنها الدورة الطبيعي يعني في نهاية الأربعينات أو بداية الخمسينات. في بعض السيدات أو البنات بتنقطع عندهم الدورة وتجيهم أعراض سن انقطاع الدورة مبكر. مبكر يعني إيش؟ يعني قبل الأربعين. اللي بيحصل إنه المبيض بيطلع هرمون الإستروجين اللي هو هرمون الأنوثة. في بعض السيدات المبيض ما بيطلع الهرمون. فلما إحنا نيجي نقيس كمية إحنا بنقيس الحقيقة بنقيس هرمون تاني، بنقيس هرمون اسمه الـ FSH. بنقيس هرمون الـ FSH نلاقيه عالي، يعني تقريبا ما بين 30 إلى 40 وحدة في اللتر، ونلاقي الست هذه عمرها أقل من 40 سنة وجاية تشتكي من أما انقطاع الدورة تماما أو لخبطة في الدورة. ممتاز. إذا كان الهرمون مرتفع وهي عندها هذه الأعراض، ففي احتمال كبير أن هي يكون عندها انقطاع الدورة المبكر، يعني توقف أو عجز مبكر في وظيفة المبيض. الفكرة هنا المهمة إنه الناس لازم تعرف إنه مش لازم يحصل انقطاع تام في الدورة عشان نعمل التشخيص، لأنه في بعض السيدات المبيض بيشتغل عندهم شوية ويوقف شوية، لما بيشتغل المبيض بتنزل عليها الدورة، بس في الغالب ما بتكون منتظمة. ممتاز. بس عشان نوضح لحبايبنا والسيدات اللي جالسين يسمعونا، عشان بس يكونون فاهمين النقطة هذه بالتحديد، لما قلت لخبطة قصدك أنه تجلس مثلاً 3-4 شهور ما تجيها الدورة، أو لخبطة بس أنه تنزل يوم، أو لخبطة تنزل أكثر من 7 أيام؟ إيش كلمة لخبطة هذه بالتحديد عشان تعرف أن عندها مشكلة أو ممكن أنه ينقطع عندها، تنقطع تماماً قبل سن الأربعين؟ أنا ما بخوف الناس، لكن هي الفكرة أنه بعد الأربعين أو بعد 44-45 في الغالب بيحصل لخبطة في الدورة. إيش يعني لخبطة في الدورة؟ الدورة تيجي شهر وتغيب شهر، متوقف. تيجي شهر وتغيب شهرين بالطريقة دي، هذه ما فيها مشكلة. لكن إذا حصل كلام ده قبل سن الأربعين، يعني واحدة عمرها 35-38-39 بالطريقة دي، هذا شيء مش طبيعي. ولازم نشوف ليش. لكن إذا حصل بعد سن 45 أو حول سن 45 ما فيها مشكلة، لأن إحنا تكلمنا قبل كده وقلنا البويضات اللي بتطلع هرمون الإستروجين زي السيارة اللي صار لها شغالة 40-50 سنة ولا 40 سنة قررت تتوقف، فبتتعب فبيقل هرمون الاستروجين وبتبان أعراض. طب دكتور وائل، في الحالة هذه طبعا احنا بقينا شوية ثواني ونطلع فاصل إعلاني، بس جاء في بالي سؤال بس حبيت أسأله قبل أن نطلع الفاصل عشان ما يروح عني. قلت إنها مشكلة، طب إيش المشكلة؟ خلاص بتنقطع الدورة، خلاص يعني حنعالج المشكلة هذه ولا نتركها؟ نعرف الإجابة على السؤال هذا بعد ما نطلع فاصل إعلاني قصير وراجعين. طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله، العيادة المسموعة.
مكملين معاكم حلقتنا لليوم من برنامج طبابة ألف على إذاعتكم موجتكم السعودية ألف ألف أف أم، مع ضيفنا دكتور وائل عواد استشاري أمراض نساء ولادة ومتخصص في جراحة التجميل النسائية وعلاج مشاكل التحكم في البول. كنا جالسين نتكلم عن حبوب منع الحمل، وتكلمنا شوية عن سن اليأس المبكر أو اللي سماه دكتور وائل المنوبوز المبكر، وحضرتك ذكرت، بس نبغى نوضح للحبايبنا المستمعين إنه يهتمون بالنقطة هذه، يعني باللي تحصل عندها لخبطة في الدورة قبل سن الأربعين، بس ممكن توضح لهم دكتور وائل إيش المفروض تنتبه له يعني، أو تخاف من حدوث إيش إذا انقطعت؟ لا، هي إذا الدورة تلخبطت أو الدورة انقطعت قبل سن الأربعين لازم تروح دكتور وتكشف تشوف إيش السبب. لأنه الست اللي بيحصل لها أو البنت الست اللي بيحصل لها انقطاع أو عجز مبكر في المبيض، تدخل في المينوبوز بدري أو سن انقطاع الدورة بدري، تحصل لها نفس المشاكل اللي بتحصل للست اللي بتنقطع عندها الدورة في السن الطبيعي. يعني ممكن يحصل لها مشاكل في العظام، تدخل في مشاكل في القلب، فلازم تروح للدكتور وتكشف عشان يشوف إيش هيسوي لها. هتاخد هرمونات تعويضية، ما هتاخد، يعني هذه الأشياء بتعتمد على أشياء كثيرة جدا. ممتاز. طبعا زي ما وعدناكم حبايبنا المستمعين بداية الحلقة، وذكرنا راح نتكلم بعد حبوب، بعد موضوع حبوب منع الحمل راح نتكلم أيضا عن انقطاع الدورة المبكر، وقلناكم كمان نبغى نتكلم عن موضوع البوتوكس. طبعا احنا عارفين دكتور وائل إن البوتوكس يعالج أشياء كثيرة، بس دائما نسمع إنه علاجه فقط للتجميل كشد الوجه والأمور هذه. إيش دكتور وائل علاقة البوتوكس لحل مشاكل التحكم البول؟ طبعا بحكم خبرتك وتخصصك في علاج مشاكل التحكم في البول، ترى له دور البوتوكس في علاج هذه المشاكل؟ هو البوتوكس بيعتبر من أحدث العلاجات بالنسبة لمشاكل التحكم في البول. هو علاج بسيط وسريع ونسبة نجاحه عالية جدا بالنسبة للأشياء الثانية. ممتاز. ما بيستخدم البوتوكس في كل حالات عدم التحكم في البول. الناس بتعتقد ان الوحدة اللي عندها مشكلة في البول كله زي بعض، لا مش كله زي بعض. في مشاكل كثيرة بالنسبة للتحكم في البول عند السيدات، لكن في مشكلتين أساسيتين. في واحدة تيجي تكح أو تعطس ما تقدر تسيطر، ينزل عليها كلمة عدم ما تقدر تسيطر دي بس بوضحها، لأنه في ناس بتعتقد عدم السيطرة ان كل شيء في المثانة، كل البول اللي في المثانة لازم ينزل. لا، دي بتكح أو تعطس أو تضحك بقوة مثلا، ينزل عليها قطرات من البول. ده شيء مش طبيعي. الطبيعي إن الواحدة لازم تتحكم في البول وتتحكم في المثانة في كل الأحوال. هذه مشكلة لها أسباب وعلاج مختلف عن المشكلة الثانية. المشكلة الثانية تيجي واحدة بتروح الحمام بكثرة. إيش يعني بكثرة؟ بكثرة يعني الست الطبيعية المفروض إن هي تروح الحمام مرة كل 3 إلى 4 ساعات، تيجي واحدة بتروح الحمام كل ساعتين، كل ساعة، كل نص ساعة. تحس إن هي تحتاج تروح الحمام فجأة، يعني هي قاعدة كده مثلا بتتكلم أو بتفرج على التلفزيون، مرة واحدة لازم تروح تجري على الحمام. وساعات كتير قبل ما توصل الحمام ينزل منها شوية بول. الست دي برضو ممكن تقوم في الليل عشان تروح الحمام كذا مرة. هذا النوع من عدم التحكم في البول اللي بيسموه زيادة حساسية المثانة، ده اللي ممكن يفعله البوتوكس. طبعا في أشياء ممكن تنعمل قبل البوتوكس، يعني احنا بنجرب تمارين الحوض، بنجرب الحبوب، وأهم من كل ده لازم نجرب التحكم في المشروبات. في ناس كتير بتعتقد ان شرب المويه كتير مفيد، وهو مفيد ما اختلفنا، لكن مفيد up to a point، يعني لغاية نسبة معينة. مش في ناس بتشرب 5 لتر في اليوم، 6-7، وفي ناس بتشرب 10 لتر في اليوم. هذا كثير. طبعا أي واحدة تشرب مويه كثير لازم تروح الحمام كثير، ولو كان هي أصلا عندها مشكلة في التحكم هتبان أكثر مع شرب المويه. غير المويه في ناس بتشرب طول اليوم قهوة، طول اليوم شاي، صحيح، مشروبات غازية، مشروبات غازية. كل هذه الأشياء ممكن تعمل مشاكل في المثانة، بالذات الست اللي عندها حساسية زايدة. احنا بنحاول نظبط كل هذه الأشياء وبعدين بنعرض عليها إذا كانت هي بتحتاج العلاج بالبوتوكس. ممتاز. طب كيف يا ترى يتم الحقن بالبوتوكس أصلا بالنسبة للناس اللي تعاني من حساسية المثانة أو عدم التحكم في البول؟ هو طبعا شوفي، حقن البوتوكس بيسبب استرخاء في العضلات. كيف بيسبب استرخاء في العضلات؟
بيمنع إفراز مادة معينة من العضلات هي المسؤولة عن انقباض هذه العضلة، وبالتالي لما بيحقنوه في الوش أو في الجبهة العضلات ما بتنقبض، فالخطوط ما بتبان أو التجاعيد ما بتبان. طبعا أي. طيب هل إحنا عندنا تجاعيد في المثانة؟ ما عندنا تجاعيد في المثانة. عندنا خطوط في المثانة؟ ما عندنا خطوط. لكن المثانة عضلة، لازم تنقبض المثانة علشان تفضي البول، فإحنا بنحقنها بالبوتوكس بيخليها تسترخي، فبيخلي قدرتها على استيعاب كمية أكبر من البول تزيد، وبالتالي الست بتروح الحمام أو تحتاج تروح الحمام عدد أقل من المرات، وبتوصل الحمام في الوقت المناسب وما بتسرب منها البول قبل ما تروح الحمام. ممتاز. كيف بنحقنه؟ هل بنحقنه عن طريق البطن؟ بنفتح البطن عشان نحقنه؟ لا، بنعمل منظار المثانة وبنحقنه في أماكن معينة في جدار، في جدار المثانة، بدون فتح البطن وبدون جراحة. هذه الفكر، هذه العملية والحقن كله تقريبا بيستغرق 10 دقائق ربع ساعة، ممكن يتعمل تحت التخدير الموضعي وتخرج الست على طول من المستشفى. ممتاز. طيب دكتور وائل، يستمر مفعول البوتوكس كثير بما أننا قلنا المثانة ما فيها تجاعيد العضلات هذه، معناتها بيستمر المفعول يعني مرة واحدة بس تأخذها الإبر؟ لا. أو ترجع تعيدها زي بوتوكس الوجه؟ زي البوتوكس الوش. يعني طبعا احنا بنحط كمية أكثر من الكمية اللي بيحطوها في الوش، فتقريبا بتستمر فعالية البوتوكس في المثانة حوالي 8-9 شهور. ممتاز. يعني الست بتحتاج الحقن مرة أو مرتين في السنة بالكثير. طيب ممتاز. طيب بالنسبة لمشاكل البول، التحكم في البول دكتور وائل، يعني إيش أسبابها؟ وفي فعلا تغيرات بتحدث بعد الولادة؟ يعني واحدة مثلا ما عندها أي مشاكل في البول والتحكم في البول، لكن بعد الولادة في ناس معرضة فعلا أن تصير لهم مشاكل في التحكم، وليش؟ طيب ناس كثير معرضين تحصل لهم مشاكل في التحكم، لأنه السبب الأساسي لمشاكل البول عند السيدات هو الولادة، وبالذات الولادة الطبيعية. ليش؟ المنطقة اللي بنسميها الحوض، اللي هي اللي فيها المثانة ومجرى البول وفيها المهبل عنق الرحم وفيها الأمعاء، أنت عندك المهبل في النص، المهبل ده المنطقة اللي بيحصل فيها الجماع، فوقه بيجي الرحم اللي هو بيكون فيه البيبي، بالأمام في المثانة ومجرى البول، ومن الخلف في الأمعاء. هذه الأشياء لازم تكون في مكانها الطبيعي عشان يحصل تحكم في البول، وعلشان الإحساس وقت الجماع ما يتغير. إيش اللي بيخلي هذه الأعضاء تكون في مكانها الطبيعي؟ عندك حاجتين، في أنسجة معينة بتكون موجودة في الحوض بتثبت كل هذه الأعضاء في مكانها. ممتاز. وفي عندك عضلات. إيش اللي بيحصل؟ ليش الولادة بتغير هذه المشكلة؟ بتسبب هذه المشكلة؟ تصير مرخية العضلات هذه؟ العضلات، شوفي بالنسبة للعضلات، العضلات بتتغذى عن طريق الأعصاب. أثناء الولادة والبيبي نازل، الأعصاب حقة الحوض بتنشد حوالي 4 أو 5 أو 6 مرات أطول من طولها. أوكي. الطبيعي. يعني اللي بيحصل فيها إيش؟ زي ما يكون أنت عندك مثلا لاستيك، وتشديه وبعدين ترخيه، تشديه 4-5 مرات أكثر من طوله، ومرة واثنين وثلاثة، هيرجع زي الأول؟ مش هيرجع زي لا الأول. حيتوسع يعني حيصير أيوه. فكفاءة الأعصاب ما بترجع زي الأول، فكفاءة الأعصاب إذا ما رجعت زي الأول، التحكم في العضلات اللي هي عضلات الحوض وعضلات عضلة المثانة ما بيكون زي الأول. هذا أول شيء. الشيء الثاني تكلمنا عليه هو الأنسجة. الأنسجة اللي موجودة في الحوض دي مش أنسجة مرنة، يعني لو شدتيها مش هتنشد معك، لو شدتيها بقوة هتنقطع. صحيح. الأنسجة دي شبيهة لما تروح المطعم مثلا تطلبي ستيك، والستيك ده ما يكون مطعم مش كويس، يجيبوا لك ستيك وعليه شيء زي الغشاء الأبيض. الغشاء الأبيض ده ما بتاكله، بترميه. صحيح. لو أنت حاولتي المرة الجاية تروحي مطعم مش كويس ويجيبوا لك الغشاء ده، تحاولي تشديه مش هينشد معك. طيب عجبني الحين، استوعبت التشبيه دكتور كويس. وائل ممتاز. خليكم معانا مستمعين الكرام، عفوا دكتور وائل، بس مضطرين نطلع فاصل اعلاني سريع سريع جدا، ومكملين حلقتنا لليوم، خليكم معانا لا تروحون بعيد. طبابة ألف على ألف ألف أف أم مع سحر عبد الله، العيادة المسموعة.
مستمرين معاكم في برنامج طبابة ألف على إذاعتكم موجتكم السعودية ألف ألف أف أم. كنا نتكلم قبل الفاصل عن البوتوكس وإيش علاقته في علاج مشاكل التحكم في البول. دكتور وائل وقفنا عند نقطة مهمة، موضوع الاسترتش موضوع اللحم مش كويس اللي بتروحي مطعم بالضبط. أيوه ممكن نرجع لها بس عشان نذكر المستمعين. أنا اللي بتكلم عليه إنه الأشياء اللي بتدعم أو بتثبت أو بتخلي الأعضاء اللي في الحوض في مكانها. تكلمنا عن العضلات والغشاء اللي فوق العضلات. إحنا اللي كنت بقول لك عليه إن الأغشية دي مش مرنة، الأغشية دي لو حاولت تشديها مش هتنشد معك، شدتيها بقوة هتنقطع. طيب إيش اللي بيحصل للمهبل أو للحوض وقت الولادة؟ المهبل حق الوحدة قبل ما تجيب أول أولادها بيكون ضيق ومشدود وتقريبا مكفول. المثانة بتكون فوق في مكانها والأمعاء بتكون في الخلف في مكانها. ليش؟ لأنه العضلات كويسة والأنسجة هذه كويسة. وقت الولادة إيش اللي بيحصل؟ بيعدي بيبي وزنه كم تقريبا البيبي في وقت الولادة؟ 2.5 كيلو، 3 كيلو ونص. فتخيلي بيبي بهذا الوزن وهذا الحجم، عندك بيبي راسه قد كده واكتافه قد كده، لازم يعدي من المهبل. صحيح. ايش اللي هيحصل في الانسجه؟ اكيد الاسترتش، هتنقطع. مش هتسترتش، يعني هتنقطع الانسجه. وده بيحصل مع اول بيبي، عشان كده دائما اقول للستات جيبوا اي عدد من اولاد تبغوه لكن جيبوا اول واحد، لانه اول واحد هو السبب اللي بيسبب كل المشاكل. اذا انقطعت الانسجه وخربت الاعصاب او الاعصاب ما صارت كفاءتها زي الاول، ايش اللي بيحصل؟ يحصل مشاكل في البول. يعني أما أن الوحدة تكح وتعطس ينزل عليها قطرات من البول، طبعا تخيل يعني شيء مرة مزعج، وحدة تضحك مع صاحباتها يعني بتلعب مع أولادها، ممكن يحصل وهي نايمة مع زوجها قبل ما تصلي وهي بتصلي ينزل عليها بول، أو تحصل مشكلة تانية، حكاية الذهاب للحمام بكثرة، نزول البول قبل ما توصل الحمام، وهذه الأشياء كل هذه ممكن تحصل بسبب إنه العضلات خربت أو الأعصاب ما صارت كفاءتها زي الأول. الشيء الثاني، شكل المهبل نفسه بيتغير. أنت معدي بيبي زي ما اتفقنا وزنه أبو 3 كيلو. فعشان أشبه لك المسألة كده بشكل بسيط، لو أنت عندك بالونة جديدة والبالونة دي نفختيها على الآخر بعدين فضيتي منها الهواء، هيرجع شكلها زي الأول؟ مش هيرجع طبعا. متوسط الأسرة هنا في السعودية أو في الخليج كم؟ عندهم 4 أولاد. فأنتي الوحدة العادية تكون نفخة البالونة حقتها 3 أو 4 مرات، فمش هترجع زي الأول. عشان كده لما سألتيني أنت إيش المشاكل اللي ممكن تسببها الولادة الطبيعية، مشاكل في البول، عدم تحكم، مشاكل أثناء الجماع، وهبوط في الأعضاء الحوض اللي بيسموه هبوط في الأرحام، يعني ممكن يكون عندك هبوط في المثانة، هبوط في الأمعاء، أو هبوط في الرحم نفسه. جميل. طيب دكتور وائل، تكلمنا عن مشاكل التحكم في البول، ودائما الناس يعني بفكرهم أن العلاج واحد لأن المشكلة واحدة، وحضرتك ذكرت أن في الجديد في علاج هذه المشاكل منها البوتوكس. ويا ترى جراحة التجميل النسائية أيضا تعتبر علاج أو ما لها علاقة، ما تعالج مشاكل التحكم في البول؟ أهم ما في الموضوع إن الناس تعرف أنه علاج عدم التحكم في البول اللي هو مع الكحة والعطس مش عملية رفع المثانة، لأنه في ناس كثير إلى الآن وإحنا في سنة 2015 إلى الآن تيجي تقول لك أنا عملت عملية ترفيع المثانة عشان أعالج مشكلة البول. ده مش العلاج. المشكلة حصلت ليش؟ لأنه الغشاء انقطع، مظبوط ولا لا؟ فإحنا بنحط لها شيء بدل الغشاء اللي انقطع ده، عملية بيسموها عملية الشريط. طبعا قبل ما نعمل عملية الشريط بنحاول نعمل أشياء تانية، بنحاول ننزل لها وزنها، بنحاول نخليها تعمل تمارين الحوض. إذا هذه الأشياء بتنفع مع ناس كثير، إذا ما نفعت بنعمل لها بنلجأ للعملية الثانية. لأنه في يعني الفكرة أنه في ناس كثير بتعتقد عملية تجميل المهبل، عملية ترفيع المثانة هي علاج لسلس البول أو عدم التحكم في البول، وده غلط. عملية التجميل أو عملية تضييق المهبل بتساعد في إن الإحساس وقت الجماع يرجع زي الأول، لكن مش بتساعد في مشاكل البول. الأشياء الجديدة في علاج البول هي عمليات الشريط، وهي مش مرة جديدة، هي صار لها يمكن
ابو 15 20 سنه، لكن زي ما قلتك الى الان الناس بتعمل استجهال. الى الان المشكله مش الناس، المشكله في الدكاتره. الى الان بيعملوا عمليه ترفيع المثانه عشان يعالجوا مشاكل التحكم في البول. عمليه الشريط دي عمليه بسيطه، ممكن تنعمل تحت التخدير الموضعي او تحت التخدير النصفي، بتاخذ لها 20 دقيقه والمريضه بتطلع في نفس اليوم، نسبه نجاحها عاليه جدا. البوتوكس زي ما قلت لك انا بيستخدم في مشكله تانية من مشاكل البول اللي هي حساسيه المثانه. الواحده بتروح الحمام بكثره، بينزل عليها البول قبل ما توصل الحمام. هذه ممكن تتعالج بالبوتوكس زي ما قلنا. لكن برضو اساس العلاج هو مش الجراحه، او احنا بنسميه تغيير نمط الحياه، يعني نزول الوزن بيساعد في كل الاحوال، تمارين الحوض بتساعد في كل الاحوال، تظبيط المشروبات بيساعد في كل الاحوال. واذا ما نفع كل ده يا نعطي دواء يا نعمل عمليه علشان نعالج مشاكل التحكم في البول. ممتاز. طيب دكتور وائل، بس قبل يعني باقي معنا شويه وقت قبل ان نختم هذه الحلقه، يا ترى ايضا جراحه التجميل النسائيه ممكن انها تتعمل بعد يعني بعد الولاده اذا صار في مشكله التحكم في البول؟ نركز على النقطه هذه بالتحديد. لا، هو طبعا زي ما اتفقنا انه عمليه التجميل او التضييق ما لها علاقه بالتحكم في البول، لكن هي ممكن تنعمل، ممكن تحل المشكله. لا، ما هتحل المشكله. لا هي ممكن تحل المشكله حقت الإحساس وقت الجماع، تحل المشكلة حقت الوحدة إنها حاسة إن المهبل حقها متوسع، تحل المشكلة إنها حاسة إنه في تقل عندها. سؤالك كان ممكن تنعمل بعد الولادة مباشرة ولا لا؟ ممكن تنعمل، بس ما هتنفع، ما لها أي فائدة. لازم نعطي وقت للجسم عشان يرجع زي ما كان أو قريب من ما كان بعد الولادة. يعني المفروض هذه العمليات ما تنعمل إلا بعد مرور شهرين ثلاثة تقريبا بعد الولادة، فترة معقولة يعني. لكن معظم الناس بتعملها وقت الولادة وهذا ما بينفع أبدا. فأنا بنصح الناس إنه ما تعمل هذه الأشياء بعد الولادة مباشرة. في سن معين في ناس مثلا ما تناسبهم؟ والله شوفي، المشكلة إنه في يعني عشان الناس بتسمع عن هذه العمليات يجيكي بنات صغار ما عندها أولاد أو ولدها واحد أو اثنين، تيجي يقول لك أبغى أعمل عملية تجميل. إحنا ممكن نعمل عمليات إذا كان في أعراض، يعني أنا ما بعمل عملية إذا كان في عرض، لأنه إذا ما كان في عرض وعملت العملية المريضة مش هتستفيد. إذا أنت عندك طبعاً إذا ما عندك صداع وأخذتي بنادول مش هتستفيد، إذا عندك صداع وأخذتي بنادول مثلاً هتستفيد. فنفس الحكاية، وعشان كذا الناس بتزعل مني كتير، بالذات اللي جايني من برا جدة أو اللي جايني من برا السعودية، تيجي تقول لك والله أنا بعمل عملية تجميل. طب أنت عندك أعراض؟ لا، طب ليش تبي تسوي العملية؟ خلاص أنا ما في داعي. لكن المشكلة في ناس مش عارفة إيش الأعراض. الأعراض هي إن إحساس بتوسع في المهبل، إحساس بتقل في الحوض، أو إنه الإحساس وقت الجماع يتغير ما صار زي الأول. المفروض إنه الإحساس وقت الجماع يتحسن مع الوقت، ما يتغير يتغير بيتحسن. لكن في ناس كثير عندها مع التوسع الحاصل الإحساس وقت الجماع بيسوء، وهذا ممكن يتعالج بعملية التجميل اللي بترجع المهبل زي ما كان قبل أول ولادة. ممتاز، يعطيك ألف عافية دكتور وائل، شكرا لك. للأسف انتهت حلقتنا لليوم، لكن بالنسبة للموضوع هذا احنا حنخصص له إن شاء الله حلقة كاملة، لأن ما مدانا نتكلم فيه كثير، بس اتطرقنا له كذا على السريع وربطناه في موضوع مشكلة التحكم في البول، لكن إن شاء الله بإذن الله حنخصص له حلقة خاصة. يعطيك ألف عافية دكتور وائل، شكرا لك. شكرا لك يا ساحر. انتهت حلقتنا لليوم، وطبعا كان معنا الدكتور وائل عواد، استشاري أمراض نساء وولادة ومتخصص في جراحة التجميل النسائية وعلاج مشاكل التحكم في البول. وذكركم قبل كل شيء، أو طبعا قبل لا أختم حلقتنا اليوم، تقدرون تتواصلون أكيد مع الدكتور وائل عن طريق حسابه على التويتر DR وائل عواد. كنت معكم سحر عبد الله، وأقول لكم فمان الله.